بدنا نحكي عن المساعدات، عم يكون في مساعدات خيريه بشهر رمضان؟ لا والله ما في ابدا. طب شو السبب برايك؟ ما بعرف، ما في وغلا قاتل العالم، الغلا. لا عم نقدر ناكل، لا عم نقدر نطبخ مثل العالم والخلق. انا مثلا عندي 5 اولاد، يعني بالزور، يعني الشغل اللي عم يشتغلوا ما عم نقدر نطبخ فيها. انا بسمع انه في سلات غذائيه وهي للمستفيدين، ايه ان شاء الله دائما على طول يكون في مساعدات للفقراء. عم يكون في مساعدات او سلات غذائيه من قبل المسؤولين او الجمعيات؟ لا ما في شيء، لا ابدا. حتى وضع الناس كثير سيء، يعني حاله مزريه. لا للاسف لا، ما شفنا اي شيء. لا لا ولا الحمد لله، فيها بنت الحمد لله. مساعدات خيريه لناس وناس. بالنسبه لنا نحن، يعني نحن من الناس اللي كانت متضرره البيوت اللي إلها من الزلازل، ان كان بيتي او بيت سلفتي او بيت اهلي. لحد هلق نحن سجلنا بالمحافظه من اشهر، لحد هلق ما شفنا شيء نهائيا. هاي الصراحه والله قليل كثير. ما في، ما انا ساكن بصنوبر، ما في اي مساعده، ما في اي شيء. في مساعدات عم تجي بس الناس اللي معهم، يعني اللي عندهم واسطه وكذا. هلا نحن مسجلين بالجمعيه بس ما عم تجينا مساعده. لا والله ما حدا عم يجي لعنا ولا عم نشوف حدا ابدا يا بنتي. الله يرضى عليكم يا رب. شو السبب؟ شو رايك انت شو السبب؟ ما بعرف والله، ما بعرف. الحمد لله ما في شيء، ما في شيء نهائيا. شو السبب؟ والله ما بعرف. كل واحد عم يبعث لمعارفه ولا اصحابه.